معظم المهام الصيدلانية الموجودة لشركات التأمين أو الأشخاص اللي بيمولوا الرعاية الصحية في أمريكا ممكن تشتغل clinical and policies بيسموهم في أمريكا managed care، وهاي الوظائف بيهتموا بشغلتين اللي هم الـ contracts والـ formulary. بتكون أنت صيدلاني تشتغل بشركة التأمين كده إن كل العقود اللي أنت بتوقعها مع مثلا الصيدليات أو اللي بتوقعها مع employers بيكون من ناحية صيدلانية قد صحيح. بتحكي عن كل دواء ومتى يستخدم ومتى حندفع، يعني متى حنغطي الدواء هذا ومتى مش حنغطي الدواء هذا. فبالتالي صيدلاني لازم يعمل evaluation contracts هدول اساس يتاكد انه يعني انت قاعد بتوعد مريض او الامبلوير اللي بده يغطي تامين المريض يكون ايش، يكون انت عاطيه يعني وعده بشيء صح. فالcontracts والcontract enforcement الصيادله بيشتغلوا فيها بكون بالعاده بسموهم managed care، بيشتغلوا medicaid ولا medicare ولا شركات التامين.